لهاش قرايب معارف ممكن تبات عندهم؟ احنا كل قرايبها يا بيه، قرش بس حكايه اخواتها اللي عماله تنكش عليهم بمنكاش، بتدور عليهم بقالها زمان، نفسها تشوف. بس حكايه غريبه فعلا. طب بلغت البوليس؟ لا لسه. مساء الفل يا فرج بيه. اهلا، ازيك يا صالح؟ ايه الاخبار؟ الرجاله حصل لها حاجه ولا ايه؟ كله تمام، بس موضوع حسن. ايه موضوع حسن؟ ايه يا سوسك؟ انا اخر من يعلم ولا ايه؟ لا ما انا اصلي يعني ما حبيتش اقلقك من بدري. هي اصلها مختفيه من الصبح، موبايلها مقفول وما بتردش. وايه المشكله يعني؟ هتلاقيها في مشوار هنا ولا هنا وهتظهر، مش غريبه يعني. طب يا سوسك يلا روح غير انت عشان الشغل. اه حاضر حاضر. ايه الاخبار؟ طمني، الدنيا فيها ايه؟ كله تمام، بس بقول لك ايه، انت عجبتني، والحركه اللي انت عملتها صايعه قوي. ايه خدمه عم. امسك ما تخلي. اخلي ايه؟ بس خد بالك، نصيحه اخ، لازم تغير شويه، مش كل مره تعدي. لا تعدي ما تقلقش، كل فرح وليه نبرته. طب لو في فرح بره مصر يقولك؟ بره مصر ازاي يعني؟ حد مهم عاوزين نسافروا بره. ايه المشكله؟ ما احنا على طول بنسافر بره، احنا عمرنا سافرنا جوه. المره دي بقى هتسافروا معاك، هتستلموا هنا وهناك هتسلموا يد بيد. ايه انا هخطف عيل صغير؟ بدو غير مطرش اللي في ايده وكده، هو شاب له حكايه غريبه كده، أول ما نتفق أشرحها لك. أه مش هقولي دلوقتي. لا. إيه؟ إيه اللي قالك؟ أنت مش لسه قايل لي دلوقتي إن كل فرح وليه نمرته؟ إيه مشكلة؟ لا مفيش مشكلة، وأنا قلت لك قبل كده، عايز تسفر الجن هتجنن. عمل لنا شوية قلق وسفرنا. عايز ترجعه؟ بقول لك وحشتنا عدته الحلوة ورجعنا. ماشي. كده نبقى متفقين.